وهذه لقطة من زيارة عزة السعيد إلى قريبنا وبن خال أبوي. سليمان يوسف الحج علي مع ابنه هشام في 91 في كلندي. ان شاء الله يسلم ويبلغ. ايوه احكوا كيف حالكم في شارع صوت الهلال؟ كيف صحتكم؟ احنا بدنا سلامكم بس. لا روحي ايوه هيك تمام. سلم عليهم وفي سلامها. بوصوا على حسابي هناك ان شاء الله. ابو سحيه وبنته ان شاء الله. على مراته وعلى امها لان انا بعرف امها. بعرفهاش البنت. بتعرفهاش البنت؟ طبعا بعرف امها بس. ايوه والاخ هشام واحد ان شاء الله. هاي توفيق بتيجي دعاية محلهم فتحوا التلفزيون الاردني مطعم عش الهنا لتوفيق الى ابن عمنا نسيب يحيى. شاركوا هو جماعته فتحوا المطعم يعني درجة اولى. طيب ايوه هذيك اليوم بيحكوا لي شافوه على التلفزيون الاردني دعايته. ايوه مطعم عش الهنا سابقا في الكويت وصار في عمان هلا. ما بيهمش هذه ام يحيى بدها تشيل المصير. والله يلا بسيطه. طيب يا اخ ابو مرعب كلك خاطرك وان شاء الله حنبلغ هذا الموري لرده وش اسمه يحيى وللجميع. يلا خاطركم الله يحفظك. الله كريم. والله انا صورت يعني بس كمان وهذه جولي في حديقة منزل أبو مرعب المرحوم سليمان يوسف الحج علي. اسمع لي هذه الكاميرا بتاخذ على كل ماخذ كلياته ببين هاي الزيتون قدامك. في زيارتي لهم شايف هاي الدجاجات يا يحيى هاي نايمة هذه قومي. بني وديت لهم 21 فيلم 21 فيلم مدي كله تصور كله أبو مرعب كلياته تصور كلياته. يلا طيب تسمحوا لي لأنه الوقت قصير. هذا السور فنجان قهوة شاي. لا لا هلا شهر 20 واحد كل الناس بوجه بكل نفس العملية مش قادر. يعني منين هم؟ طيب تمام هي تحفظ الدار وهي الجامع. رحمة الله عليك يا سلمى. بلعب بالطبور برا. يعني تمام مبين جسمه رياضي ما شاء الله. يعني هذا هشام. تمام. نو تمام هيك طبيعي يا زلمه. أيوة طول وعرض ما شاء الله وسكته تمام. شو هو يحيى بقى صغير الثاني؟ هو نفس طبق الاصل. كل طول هشام 195 هناك. 85 ما شاء الله. طيب تسمحوا لي يا جماعة يلا خاطرك يا أبو مرعب.